مسرحيه اليوم، اليوم مسرحيه، ماني قلت لكم اليوم حلوه. يلا اعطي مهند، يلا يا مهند غلط، كملها يا مهند، يلا بك، يلا يلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان، رجعنا لكم يوم ردة فعل مباشرة بدوري ابطال اسيا. الليتسي اليوم يبدا المشوار يا اخوان للفوز بهذا اللقب الثمين يلي لازم لازم الليتسي يفوز به. يبدا المشوار اليوم مع اجمك اف سي بليتسي. المباراة حتكون ان شاء الله ان شاء الله مسرحية اهداف، نريدها مسرحية اليوم. اليوم نريد اهداف جميلة ومتعة مضمونة وثلاث نقاط ثمينة اليوم يا نونو سانتوس. ما عندك ابدا حجة اليوم، اليوم ما عندك حجة. لا عنده حجة والله يا اخوان للامانة، غياب عن التشكيلة للامانة كريم بنزيما اللي انا متفاجئ هو شو السبب، اصابة راحة ما بعرف شو السبب، واستمرار غياب كورنادو اللي مقدم موسم كان للامانة ممتاز، فجأة جت الاصابة بالكلاسيكو، ما بعرف شو السبب للاصابة لحد الان، هل هي طويلة هل هي قصيرة ما حدا بيعرف لكورنادو. كريم بنزيما على الاغلب راحة، على الاغلب ما في شيء، على الاغلب حبي رايح يعني. اليوم يا اخوان التشكيل على الشكل التالي، لاول مره عبد الله المعيوف امامه الثلاث قلوب دفاع، لان هاي التشكيله انا ما احبها ابدا، هي ثلاث قلوب دفاع يلي هم عمر هوساوي وشرحيلي وحسن كادش، على اليمين مهند الشنقيطي، على اليسار بابا مسعود، امام انغولو كانتي وفابيانو، خط الهجوم هارون كامارا رومارينيو وحمد الله. هاي الخطه يا اخوان محتاجه، انت بدك اظهره قويه جدا هجوميا، انت ما تملك هذا الشيء. بابا مسعود هو اصلا قلب دفاع، مهند الشنقيطي نعم افضل من مدلل عليا هجوميا، بس ما بيكفي ظهير واحد انه تخليه يتقدم. ان شاء الله هارون كامارا على الاغلب راح يكون على الجهه اليسرى، راح يفتح الطرف اللي على اليسار، هو حيفتحه هارون كامارا على ما اعتقد، ومهند شنقيطي حيكون هو المساند على الجهه المقابله. مهند الشنقيطي اللي نشوف يا اخوان مثل ما قلنا اليوم نونو سانتوس لازم لازم تكون اهداف اليوم، لازم يكون متعه يا ليتسي، بطوله محتاجها انت، بطوله تريدها، لازم يكون لك بصمه فيها. نتمنى ليتسي يكون بيوم ونتمنى اللاعبين يكونوا بيوم. حمد الله يشارك بعد غياب بالمباراه الماضيه. نشوف اليوم الفريق كالعادة شو حيعمل، شوف الجماهير، يا الله جماهير ليتسي، جماهير ليتسي يا ليتسي يا العميد، شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله. يا اخوان كالعادة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. حلو، السلام على فابيانو، يلا يا هارون يا هارون يا هارون، مو من اولها يا زلمة، لا تذبحنا، استلم طابة مثل الخلق وانطلق يا اخي. حلوة، يلا اعطي مهند، يلا يا مهند غلط، كملها يا مهند، يلا بك، يلا 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 يا هارون يا كامارا يا هارون، كامارا يا هارون يفتح التسجيل يا اخوان، يلا حيهم يلا حيهم، الحمد لله اللي ما ضاعت يا زلمة، الحمد لله. اوف اوف، شوف شوف انا الغلط، وانا انا الغلط بالف عند الروما، عند الروما اذا تغلط راح يرقعك، راح يبلعك، راح يبلعك. يا سلام يا سلام على هارون، هارون يمينه شوربه يا زلمه، كيف يا ساره كيف حطها ما بعرف، كيف حطها ما بعرف، بس من جاور الكبير صار كبير، من جاور الكبير صار كبير يا اخوان. شوف شوف باليسار، يا الله ثلاث لعيبه يا زلمه موجودين بالمرمى، اخترقتها يا زلمه، كامارا يا كامارا، يا سلام يا سلام. روماريو اليوم مسلطن، اليوم مسلطن الروما، اليوم مسلطن الروما اليوم، واذا مسلطن الروما سلم على اجمك وسلم على اوزبه كله يا معلم. شوف شوف عينك على الكعب، يا سلام يا سلام يا البرازيلي، يا سلام يا ليتاوي، يلا يا نمور اكلوهم اكل اكل اكلوهم، يلا يلا نريد مسرحية اليوم، مسرحية نريد اليوم، نريد خمس ست اهداف على الاقل، يلا يلا يا الله، جيبه جيبه يا كادش. حلو، يا سلام انغولو انغولو انغولو، حمد الله يا الله ما عدت والما عدت، وضغط ضغط متواصل من الليتسي من العميد، ضغط من العميد يصدر الامر الجديد، يلا يا كامارا يا سلام
يلا روما 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 روما. ماني قلت لك شو؟ ماني قلت لك مسلطن يا معلم؟ ماني قلت لك مسلطن؟ مسلطن اليوم الروما مسلطن ويرد ورد السلطة بهدف يا معلم. شو مسرحية اليوم؟ اليوم مسرحية. ما قلت لكم اليوم مسرحية ريتها ما يخجلون جماهيرهم. هذا العميد ما يخجل يا معلم، هذا العميد ما يرجعك مكسور يا معلم. تفرج شوف شوف الكاميرا، ماني قايل لك من شوي من جاور بنزيما صار كبير. شوف الكاميرا، لا تقولي متسلل، لا تقولي شوف كيف عمله. يا الله يا الله يا زلمة، حاسس هذا تمرين للإنتي يا إخوان، هذا تمرين، هذا تمرين مو مباراة بدوري أبطال آسيا يا إخوان. تفرج تفرج يا الله. 2-0 بربع ساعة، ارحموهم يا رجل ارحموهم. ولسه حمد الله ما دخل، لسه الساطي ما عمل شيء يا رجل. أعرف منك يا الساطي. يا السلام روما روما، يا السلام هارون هارون، يا كامارا كامارا يا هارون. وشمالك يا أخي وين؟ وين يا أخي وين؟ وين؟ حرام عليك يا الله، شو اللي ضيعته يا أخي؟ والله ولا أروع من انطلاقه ولا أروع من سرعة ما شاء الله، بس ليش هيك؟ شو هاي يا أخي؟ حرام عليك، من قلنا لك من شوي كبير يا رجل. يا الله، فرصة الهدف الثالث ضاعت، ضاعت من كامارا. روح يلا يا روما، يا سلام حمد الله، يلا يلا يا حمد الله، الثالث منك يا حمد الله، يلا يا حمد الله، يلا يلا يا سلام. لا وكشو اللي ضيعوه يا الله، وك ليش ليش يا حمد الله ليش؟ ليش بتلعب باص؟ انهي يا اخي انهي يا الله على تضييع الفرص. وك شو هذا يا اخي؟ بيتفننوا بالاهداف وبيتفننوا بتضييع الفرص، ليش هيك؟ واحد بفرد من نص الملعب بيمشي باص. الله اكبر عليك يا حمد الله، يا الله حرام عليكم يا اخي، حرام عليكم يا الله. شو بتمشي باص يا اخي؟ يا الله وكشوط. انت انا مستغرب من حمد الله، ليش ما شاط؟ ليش ما شاط شوط؟ انا بجي بعلمك. يا السلام يا السلام يا السلام، لا حرام عليك يا اخي، شوطها بزاوية يا رجل، حرام عليك، عملت الصعب وتركت السهل. شو مالك يا حمد الله اليوم؟ صح صح يلا يا حمد الله، يلا يا كبير. يا الله صاروخية يا اخوان، بس يتصدى الحارس، صاروخية من حمد الله. شوف الصاروخية اتعبت حتى الحارس الوجبة، اتعبته اتعبته الله العظيم، صاروخية. شوف بوم يا الله، بس عم تجي بمكان، عم تجي بمكان يا حمد الله. بدنا اياها بزاوية قاتلة تقتلهم في مقتل يا رجل. حلوة يلا يا با مسعود، با مسعود حمد الله حمد الله. يا الله ليش ليش تتباطأ فيها؟ ليش ركلة جزاء؟ هلا ما في شيء. اوه فيها يا اخي، فيها يا رجل، شو هذا شاطئ يا اخوان، فيها يا رجل. شوف الفار، في فار، شوف الفار، شوف كيف شاطه. ايه ضربة جزاء واضحة وصفرة كمان. قرار الحكم يلا شو قرار؟ خلصنا، يركض يا اخي، شو بتتمشى؟ يلا ركلة جزاء، ركلة جزاء يا اخوان، ركلة جزاء صحيحة صحيحة، ركلة جزاء. يلا يلا يا حمد الله، يلا ريدك سجل الثالث. اوه تبديل، لا يا اخي لا يا الله، شو مال الفريق يا اخوان؟ عينه صابته يا الله. يلا يا روما، يلا يا روما، الثنائية حتكون لروما، روما روما يا روما، كل الامل عليك يا البرازيل المتعدي، ختمها بثلاثية بالشوط الاول، الريد ختامها مسك، هتكون مسرحية بالشوط الأول. يلا يا روما، لا نظل على البرازيليين، فابيان وروما
روما يا روما 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 يا روما يا كبير يا روما يا كبير حطها بالزاوية القاتل كبير. والثالث والثالث من روما مارينو. يا السلام السلام على ليتسي يا السلام على ليالي ليتسي. شوف شوف صاروخ صاروخ يا رجل فات في أجبك صاروخ من الروما. ثلاثة يا أخوان قلت لكم والله قلت لكم مسرحية اليوم كان ممكن والله أربعة وخمسة لولا الرعونة بتاع المهاجمين ليتسي. تبديل يا أخوان تبديل تبديل صالح العمري يدخل مكان حمد الله. للأمانة أسوأ ما في المباراة هذا الشيء. الإصابات تتوالى على ليتسي ما بعرف شو السبب والله ما أعرف. الله يستر بس الله يستر ما تكون طويلة الإصابة هي بالكتف بس ما يكون خلع أو شيء وتكون طويلة. إن شاء الله تكون تكون خفيفة على عبد الرزاق حمد الله لأنه محتاجينه والله العظيم محتاجينه. أوه الله ستر الله ستر يا إخوان. ليش ليش التراجع ليش بتراجع هيك نونو سانتوس يا أخي. العب يا أخي العب هجوم جيب جولين ثلاث يا رجل. إيه حلوة روح يا نقوله يلا مرتد الثلاث على الثلاث روح روح أربعة على الثلاث كمان يلا عطي روما عطي روما روما هاتريك يا روما وكلها حرام عليك. يلا يا أخي يا الله شو ضيعتوا ليش يا أخي ليش 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 هالرعونة يا أخي. أول لعبة هاي أوه يا إخوان الله ستر الله ستر كاد أن تكون والله العظيم صاروخية من أجبك. فاول خطير يا إخوان الحمد لله الحمد لله. نريد كلين شيت يا زلمة نريد كلين شيت اليوم يا المعيوف. نهاية المباراة يا إخوان فوز ليتي 3-0. للأمانة الشوط الثاني كان ممل كان للأمانة كثير كثير ممل من جانب نونو سانتوس ومن جانب ليتي. قرر أنه يريح الفريق قرر يتراجع شوي لمناطقه لأنه في ضغط مباريات الإخوان في ضغط مباريات وفي إصابات قادمة. حمد الله مثل ما شفنا خرج رومارينيو حتى قرر يريحه بس للأمانة قدم شوط أول تاريخي 3-0 وكان ممكن تنتهي 5 أو 6 أضاعوا كثير ليتي خاصة حمد الله. فوز للأمانة كثير كثير كان حلو وشوط الأول مثل ما قلنا الشوط الأول الإتي قدم كل إشي فيه. وهاي الهلال شوف الهلال حاليا فور المباراة بعدها يا إخوان. كالعادة لا تنسوا من لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان أصلكم كل جديد. تحياتي.